السلام عليكم، معكم فدوى قناة جاتوتي. كيك في الفناجي كيجي رائع ومسقي بواحد الصوص اقتصادية وهائلة. كنحتاجو في المقادير كأس كبير إلا ربع من الحليب، ربع كأس من الكاكاو، كأس من الزيت، كأس من السكر الخشن أو سكر حبيبات، وكأس كبير من الدقيق إلا ربع، كيس من الخميرة الكيماوية من فئة 7 غرام، وكيس من سكر الفاني من فئة 7 غرام، وبيضة واحدة. الطريقة جد سهلة لأننا كنخلطوا جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. كنجيبوا الخلاط، كنديروا فيه الحليب، الزيت، السكر الخشن أو سكر سنيدة، الكاكاو، السكر المنسب بالفاني كمرحلة الأولى، كنطحنه، كنقصو منه ربع كأس للزينة. من بعد كنضيفوا البيضة، الدقيق وخميرة الحلويات، وكنطحنوا الكل جيدا. هاد الكمية ديال الخليط غادي تخرج 5 فناجين او كؤوس مدهونين بالزبدة جيدا، كنصبوا فيهم الخليط. كنجيبوا انية ديال البخار، كنحطوا فيها الكؤوس ديالنا، تنغطيوها بمنديل نظيف، تنديوها طيب لمدة 20 دقيقة. من بعد كنذوقوا بالصلصة المتبقية، وكنذوقوا على حسب الاختيار. كيجيو رطبين هشين وجد رائعين بصوص الشوكولاتة. دابا ما بقاش عندكم العذر الا ما عندكمش انيه الكاب كيك. كنتمنى تقدموهم للاطفال ديالكم. ما تنسونيش باللايك ديالكم. جميع الاسئله خليهم ليا في خانه التعليقات، والى الفيديو القادم ان شاء الله.